سنين كثيرة يا سيد، لسنين كثيرة يا سيد. صاحب الغبطة الجزيل الوقار، أصحاب السيادة الأجلاء، أصحاب السماحة الأفاضل، آبائي، أخواتي الراهبات، أيها الإخوة الأعزاء، إنه ليوم سعيد هذا اليوم الذي يتاح لي فيه أن أقف في هذا المكان المقدس أمام مذبح الرب لأرحب بشخص سيادة راعي أبرشيتنا بمناسبة تسلمه رعاية وإدارة شؤون هذه الأبرشية العزيزة على قلوبنا. يا سيدي، هذه الأبرشية تجلكم وتقدركم وتحبكم، وتزداد بهجتنا حينما يكون الزائر هو صاحب السيادة راعينا الجليل جوزيف المتصف بالتواضع أمام الله وباستمرار النعمة الإلهية على الدوام. ولا يسعني السكوت عما يجول في نفسي من خواطر تستولي علي وأنا في هذا الموقف الجليل. عيناي تتجهان إلى المستقبل الآتي. لقد وضعتم يا صاحب السيادة بداية عملكم بأنها وثبة نحو المستقبل، وما أحلاه وصفاً. وبالحقيقة إننا صرنا نميل إلى الابتهاج المستق بمستقبل قادم لأن فيه الله، وهذا المستقبل نراه متهللاً حيث تستولي عليه المشيئة الإلهية لا الأهواء البشرية. نراه انطلاقاً إلى الله بنكران ذات وحرية، وعراباً عن إيمان تتجه أيادينا إلى الوجه الإلهي المشرق الذي نتلمسه فيك يا صاحب السيادة الوقور. هذا المستقبل نراه على صورة كنيسة المستقبل، وأساس هذا المستقبل بناءً جديداً لا تريبه الحجارة العتيقة، بناءً يعطينا صورة مسبقة عن المجد الذي لا يدنى منه. سيدي الجليل، إننا منذ الآن نتذوق تلك ذلك المستقبل في وجهكم الرضي وفي قلبكم الكبير. نسأل الرب يسوع الذي له تقدمون خدمتكم أن يطيل بعمركم ويمدكم بقوة منه، حيث فرحنا بسيادتكم كبير ومحبتنا لسيادتكم بالرب يسوع أكبر. أدامكم الله وزادكم قوة لمستقبل زاهر بعهدكم الميمون تحت الراية الهاشمية المظفرة ورعاية سيد البلاد مولانا جلالة الملك عبد الله بن الحسين. أدامه الله ورعاه
ولسينا سعيدا يا سيد إنه مجيب. شكرا سيد. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. آمين. المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كريستوس أنستي إن فكر ليقم الله ويتبدد جميع أعدائه وليهرب مبغضوه من أمام وجهه. إن فصحى للمسيح الفادي يا فصحى المؤمنين سرية فصحا كاملا الإجلال فصحا بريئا من العين فصحا عظيما فصحا فاتحا لنا أبواب الفردوس فصحا مقدسا جميعا المؤمنين.
يبيد الدخان وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار. هلم من المنظر أيتها النسوة البشيرات، وخاطبنا صيون قائلات، اقبلي منا بشائر الفرح بقيامة المسيح. افرحي وابتهجي واطربي يا أورشليم لمشاهدتك المسيح الملك بارزا من القبر كعروس. كذلك يهلك الخطاة من أمام وجه الله، وليفرح الصديقون مسرورين. إن النسوة الحاملات الطير لما ادلجنا ووقفنا عند قبر المعطي الحياة، صادفنا ملاكا جالسا على الحجر، فخاطبهن قائلا لما تطلبن الحي بين الموتى، لماذا تندبن المنزهة عن البناء. صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. إن الفصح المطرب فصح الرب قد أشرق لنا فصحا كامل الإجلال، فصحا نصافح فيه بعضنا بعضا بفرح، فيا له فسحا منقذا من الحزن، لأن المسيح ببزوغه اليوم من القبر كما من خدر قد غمر النسوة بالفرح قائلا أخبرنا الرسول بذلك. المجد وَالِبْنِ
بعضنا بعضا ونقول يا إخوة لنصفح وقلبي يلهج بالفهم. اسمعوا هذا يا جميع الأمم، أصيحوا يا جميع قاطني الأرض. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. يا إخوة، كان يلائمنا رئيس كهنة مثل هذا، بار لا شر فيه، ذكي قد تنزه عن الخطأ وصار أعلى من السماوات. لا حاجة به أن يقرب كل يوم مثل رؤساء الكهنة ذبائح عن خطاياه الخاصة أولاً ثم عن خطايا الشعب، لأنه قضى هذا مرة واحدة حين قرب نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا ضعفاء رؤساء كهنة، أما الكلمة التي بعد الناموس فتقيم الابن مكملا إلى الآباء. ورأس الكلام في هذا الموضوع إنا لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس عن يميني عرش الجلال في السماوات، وهو خادم الأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب.
ونسمع الإنجيل المقدس ولروحك فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير المجد لك يا رب زمان أظهر يسوع نفسه لتلاميذه من بعد ما قام من بين الأموات وقال لسمعان يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له ارعى خرافي قال له ثانية يا سمعان بن يونا أتحبني قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له ارعى غنمي قال له ثالثة يا سمعان بن يونا أتحبني فحزن بطرس لأنه قال له مرة ثالثة أتحبني فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء أنت تعرف أني أحبك قال له يسوع ارعى غنمي الحق الحق أقول لك إن كنت شابا كنت تمنطق ذاتك وتذهب حيث تشاء فإذا شخت فستمد يديك وآخر يمنطقك ويذهب بك حيث لا تشاء وإنما قال هذا دالاً بأية ميتة سوف يمجد الله ولما قال هذا قال له اتبعني فالتفت بطرس فرأى التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه وهو الذي كان اتكأ في العشاء على صدره وقال يا رب من ذا الذي يسلمك فلما رآه بطرس قال ليسوع يا رب وهذا ماذا يكون من أمره قال له يسوع إن شئت أنا أن يثبت إلى أن أجي فماذا لك أن تتبعني فشاع بين الإخوة هذا القول أن ذلك التلميذ لا يموت ولم يقل له يسوع إنه لا يموت بل إن شئت أن يثبت إلى أن أجي فماذا لك هذا هو التلميذ الشاهد بهذه الأمور والكاتب لها وقد علمنا أن شهادته حق
وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع، لو أنها كتبت واحدة فواحدة لما ظننت أن العالم يسع الصحف المكتوبة حقا. التولية القانونية الصادر عن غبطة البطريرك يوسف العبسي. سيادة الأخ الحبيب المطران جوزيف جبارة الموكر رئيس أساقفة بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، لقد انتخبكم السينودوس المقدس لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك المنعقد في مركز لقاء الربوي لبنان من 5 إلى 9 من شهر شباط 2018 رئيس أساقفة لأبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك. فنحن يوسف بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق نمنحكم التولية القانونية على أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، بحيث تمارسون مهامكم بعد تنصيبكم على وجه صحيح حسب ما تنص عليه قوانين الكنائس الشرقية، لا سيما القوانين 187 بند 2 و190 حتى 211. ولتكن خدمتكم الأسقفية مباركة باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. صدر عن ديواننا البطريركي في الربوي في 18 من نيسان 2018 جوزيف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك. خذ هذه العصا، بها ترعى رعية المسيح التي ائتمنت عليها، ولتكن لك عصا رعاية وتأديب وحماية. أكسيوس مستحق. سيدنا وراعينا
مطران بترا وفيلادلفيا وسائر شرق الأردن، فلتكن سنوه كثيرا. عمر المديدة ليولي رب الإله الجازي للوقار والقداسة والسامية لاحترام. أبانا وسيدنا مطرانا بترا وفيلادلفيا شرق الأردن، كيريوس كيريوس جوزيف ألا فاحفظه يا كثيرا لسنين كثيرا لسنين إن المسيح بسؤاله ثلاثا يا بطرس أتحبني قاوم الجحدا سمعنا والرب عارف الخفايا قائلا يا رب أنت تعلم كل شيء أنت تعلم أني أحبك فمن ثم قال له مخلص إرخيرا في إرعاني اصطنعتها للخلاص بدم الخاص فإليه ابتهل أيها الرسول المغبوط به.
إخوتي الأحباء وأخواتي، يطيب لي في هذا المساء أن أحييكم جميعاً بالتحية الفصحية القيامية، هاتفاً معكم المسيح قام بين الأموات، ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. أما بعد، يا سمعان بن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ يا سمعان بن يونا، أتحبني؟ يا سمعان بن يونا، أتحبني؟ ثلاث مرات متتالية توجه الرب بهذا السؤال المحرج لهامة الرسل وزعيمهم، وكأنه كان خائفاً أن يكون رده ضعيفاً أو متردداً أو أدنى من المستوى المطلوب، فكان الجواب في المرتين الأوليتين بحماس كثير وقناعة راسخة ومن دون أدنى تردد: أنت تعلم يا رب إني أحبك، أحبك حباً صادقاً، أحبك وعلى رؤوس الأشهاد وأمام الجميع. ولكن حين لجَّ المعلم بسؤاله للمرة الثالثة، جاء الجواب بشيء من الخفر والتواضع: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قالها والحزن يعصر فؤاده، ربما لأن الرب استثاره ثلاث مرات بكلمة أتحبني. إذ ذاك وحين تحقق من عمق المحبة وثباتها في قلب الرسول، سلمه أمر الرعاية، رعاية قطيعه هو، أي قطيع الرب وليس قطيع بطرس. لقد أوكل إليه أمر السهر على الإخوة وخدمتهم والاهتمام بهم. إخوتي وأخواتي الأحباء، مزايا متعددة ينبغي أن تزين حياة الراعي، أسقفاً كان أم كاهناً، فالفضيلة مطلوبة، والتقوى ممدوحة، والعلم اللاهوتي وغير اللاهوتي مستحب، وحسن التدبير من الأولويات والمسلمات، والخدمة الرعوية لا يمكن الاستغناء عنها. باختصار، ما أورده الرسول بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس يستحق أن نستذكره في هذه المناسبة. يقول: ينبغي أن يكون الأسقف بغير مشتكاً، صاحياً، رزيناً، مهذباً، مضيافاً للغرباء، قادراً على التعليم، غير مدمن الخمر ولا منازع، بل حليماً، مسالماً، زاهداً في المال، يحسن تدبير بيته الخاص، ولا يكن حديث العهد في الإيمان لئلا ينتفخ فيقع في قضاء إبليس. ولكن فوق هذه الفضائل والمزايا كلها، وضع السيد فضيلة المحبة: إن كنت تحبني يا بطرس، ارعى خرافي. المحبة هي الجوهرة التي تعلو تاج الفضائل، إنها اللؤلؤة التي ينبغي أن تزين
حياة الأسقف والراعي، فلو كان للراعي كل الفضائل وأعوزته المحبة كان كلا شيء، يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. ولكن ماذا نعني عندما نتكلم عن المحبة؟ المحبة في المسيحية ليست عاطفة أو إحساساً يعيشه المرء من دون أن يكون له صداً على أرض الواقع، أي من خلال علاقته بالله وبالآخرين. بالنسبة لي عندما أتكلم عن المحبة أتكلم عن أمرين أساسيين: الخدمة وبذل الذات. الخدمة عبر عنها السيد بقوله: لم آتي لأخدم بل لأخدم، وجسدها على أرض الواقع حين نهض عن العشاء وخلع عنه رداءه وأخذ منديلاً اتزر به وصب في مغسل وطفق يغسل أقدام تلاميذه ويمسحها بالمنديل، ولما غسل أقدامهم قال لهم: أتفهمون ما صنعت بكم؟ عليكم أن تغسلوا بعضكم أقدام بعض. لقد جعلت لكم من نفسي قدوة لكي تصنعوا كما صنعت. فالراعي أو الأسقف هو أولاً وآخراً خادم للإخوة في مختلف حاجاتهم الروحية والرعوية إلى آخره. أما بذل الذات فأوصانا به المعلم نفسه حين قال: ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، وجسده في حياته حينما قدم ذاته. فلأجلنا نقول في قانون الإيمان: نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصلب لأجلنا. على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام. فلأجلي ولأجل كل واحد منكم قدم السيد المسيح ذاته منذ لحظة ولادته حتى تقديمة الصليب والقيامة، قدم ذاته حباً بنا. يقول الرسول بولس: أحبني وبذل نفسه عني. فالأسقف والراعي يعيش المحبة حينما يقبل أن يبذل ذاته، يبذل من وقته ومن حياته لأجل الله ولأجل الآخرين. باختصار هي المحبة التي سأحاول وسأسعى أن أعيشها فيما بينكم، محبة تتجسد في الخدمة وفي بذل الذات. في الختام أود أن أوجه شكري الخالص لكل الذين لبوا الدعوة وحضروا من قريب أو من بعيد ومن مختلف الرعايا لمشاركتنا احتفال التولية على أبرشية بيترا وفيلادلفيا. أتوجه بالشكر الخالص والامتنان إلى كل السلطات الدينية، لا سيما إخوة الأساقفة ورؤساء الكنائس الحاضرين ها هنا، والهيئات الدبلوماسية والقضائية والعسكرية والوزراء والنواب وكل الذين حضروا بصفة رسمية في هذا المساء.
أتوجه شكر خالص أيضاً إلى أعضاء المجمع المقدس الذين انتخبوني أسقفاً على هذه الأبرشية المحروسة من الله، وأتوجه بشكر العميق إلى قداسة البابا فرانسيس الذي لبى دعوة المجمع المقدس وقبل بانتقالي من أبرشية سيدة الفردوس في البرازيل إلى أبرشية بيترا وفيلادلفيا. شكر خاص أوجهه إلى أخوايا في المجمع المقدس كيرياسر عياش الذي خدم هذه الأبرشية أيضاً أتوجه بالشكر الخالص لسيادة راعي أبرشية صيدا ودير القمر المطران إيلي بشارة حداد الذي كان مدبراً بطريركياً لهذه الأبرشية، فكلاهما تعبا وأعطيا الكثير لخير الأبرشية. كافأهم الله على كل ما بذلا في سبيلها وفي سبيل كهنتها ومؤمنيها. رمزاً للشركة التي تربطني بإخوة الأساقفة الدائم الذكر الذين خدموا في هذه الأبرشية أيضاً، أود في هذه الليلة أن أستذكر وإياكم السادة الأساقفة بولس سلمان، ميشيل عساف، وسابا يوكيم، وجورج المر الذين خدموا أيضاً في هذه الأبرشية وأعطوا الكثير من حياتهم في سبيلها. واستراحوا أيضاً على رجاء القيامة. كما أود أن أتوجه بشكر كبير لإخوة الكهنة والشمامسة والإكليريكيين العائشين في أبرشيات بيترا وفيلادلفيا مع عائلاتهم أيضاً. ألا بارك الله في عمل كل واحد منهم. وشكر خالص لكل الراهبات لكل الرهبانيات الرجالية والنسائية العاملة ضمن نطاق الأبرشية، ولكل العلمانيين والعلمانيات الذين يعطون من وقتهم وحبهم لكي تصل بشارة المسيح إلى حيث ينبغي أن تصل، لا سيما في هذه الأبرشية. أخص بالذكر الأخوية والكشافي والشبيبي من كافة الرعايا. وأخيراً لابد من كلمة شكر لعائلتي اللي جوا من لبنان كمان حبوا يشاركوني بهالفرحة. خيي قاعد قدام، وأختي مرت خيي وبنت خيي كمان. شكر خالص لحضورهم. بالأخير لا يسعني إلا أن أشكر كمان قناة نور سات الفضائية وتلفزيون رؤيا والمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الذين نقلوا هذا الاحتفال. وأخيراً أولاً وأخيراً شكري الخالص لله الذي صنع الذي أكمل نعمته في حياته ولو كنت في حياتي ولو كنت غير مستحق. المسيح قام حقاً قام. كريستوس سانيستي أنيثوس سانيستي. المسيح قام حقاً قام. He's fallen.
عنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. نطلب أيضا من أجل أبينا ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر وكهنته المكرمين وكل إخوتنا بالمسيح. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. نطلب أيضا الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله المجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة وغفران خطاياهم. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. وأيضا صيانة هذه المدينة وكل مدينة وقرية من المجاعة والوباء والزلزلة والطوفان والنار والسيف وغارات الأجانب والحرب الأهلية، وأن يكون لنا إلهنا الصالح والمحب البشر غفورا عطوفا سهل المصالحة ويرد عنا كل الغضب الثائر علينا وينقذنا من وعيده العادل الداهم ويرحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. وأيضا أن يستجيب الرب الإله صوت تضرعنا نحن الخطأ ويرحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. استجب لنا يا الله مخلصنا يا رجاء جميع قاصي الأرض والذين في البحر بعيدا، وكن غفورا أيها السيد غفورا لخطايانا وارحمنا، لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. بركة الرب ورحمته تحلان علينا بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. باسم الرب بارك يا سيد. ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة والقديسين المجدين الرسل الجديرين بكل مديح والقديس العظيم في الشهداء جورجيوس المضفر شفيع هذه الكنيسة المقدسة والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يوكيم وحن وجميع القديسين بما أنه صالح ومحب للبشر. آمين. المسيح Thank you.